السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريك بالتفصيل كيفاش تجيد 6 نقاط في المات و 6 نقاط في الفيزيك في الامتحانات وفي الوطني في البكالوريا. ومن هنا للاخر ديال الفيديو غادي نوريك 5 ديال الاسرار ديال المراجعه الناجحه اللي كنوري للتلاميذ ديالي اللي تقدر انت تستعملهم من دابا من اليوم في العشيه باش توجد الامتحانات ديالك. اشني المشكله؟ المشكله انه كتحس براسك ما فاهم والو لا في المات لا في الفيزيك والاستاذ عيان ما كيوصلش، كتحس براسك ثقيل معطل كتسطح واحد الخاصيه معقده تيقول لك سهله هذه شفتها في الجدول المشترك. كيقرب الامتحان كتبدا كتوجد المات كتراجع كتصار قهوه كحله شي ريد بوك ولكن كتلقى مشكل في التمارين بحال شي حاجه خاصك. واش لاباز ما كايناش؟ واش الديفو الرغبه ما كافياش؟ واش الحماس؟ المهم فاش تفرق الاستاذ النقاط كارثه. ماشي قضيه ديال كسول ولا مكلخ، لا كدير جهدك ولكن ما كتفهمش. كتقول انا علاش ما كنجيبش النقاط اللي كنستحقهم فعلا؟ المشكله ان الرياضيات والفيزيك معامل ديالهم اكثر من 50% في الوطني، يعني اكثر من النص. الوغ المصيبه هي الا كنتي ديجا مضيع شي عيمان مضوبل بسبب شي ظروف او لا خرجتي من المدرسه عاد راجع كتدير باك حر. انا في هذه الحاله كتقول لك تردد ما عرفتيش كيفاش تشد هذه المواد العلميه، كتحس براسك قريب طلاشي وخايف لزقل الباكالوريا ديالك. كيولي واحد راس تيقول لك لحنيك هذه القرايه ماشي ديالك، ريجونال ضعيف، ذاك الباك بعيد ما عندكش كيفاش توصل ليه. وواحد راس اخر تيقول لك لا خاصنا نفرحوا مالي نضار، هاد الفرصة ديال الباك ما كتعوضش، لو ضيعتها دابا غادي ندم. نقز هاد الوطني بشي نقطة زوينة بشي مونسيون، نديرو شي اكول بوبليك حتى حنا اللي كتفرح، ونسدو خلاص هاد الدوسي ونديرو بلاصتنا حتى حنا ونبداو صفحة جديدة في السوبيريور. الوغ في هاد الفيديو غادي نعطيك بروغرام مخير ايتاب باغ ايتاب ا بي سي باش تزيد 6 نقاط في الماط و 6 نقاط في الفيزيك باش تلقى في الامتحان القضيه ميسره وتخدم مرتاح. ولكن قبل ما نتكلموا على هذا الشيء بغيت نعطيك واحد الفكره اللي يمكن انت كتحس بها. يمكن انت كتحس بلي الرياضيات واحد الماده صعيبه، واحد يمكن راسك تقول لك ان الفيزيك والشيمي مواد معنكشه في شكلها ما كتعرفش منين تشدها. اللي ما تيقول لك حد هو ان واحد العدد ديال الناس محامين باش يقنعوك بلا المات راه صعيب وبلا الفيزيك راه صعيب، عن حسن نيه ولا عن سوء نيه. ولكن ملي كتفكر كتلقى انهم كلهم تيقول لي مات صعيب فيزيك صعيب. لا تفكرتي مثلا في الاعدادي كان عندك مشكل في واحد الدرس في المات مثلا في المتجهات، سولتي الاستاذ على شي حاجه ما بانت ليكش ما جاوبكش، عاودتي سولتي دور رجوع، عاودتي سولتي ضرفيك تزيدتو في الهضره، مشيتي عند الحارس العام مشيتي عند المدير قلبتوها. من ديك الوقيته بعدتي على داك الاستاذ، مشى داك الاستاذ جا استاذ اخر ديال الماط، ولكن بقى في دماغك ان الماط كيسوى شي حاجه صعيبه، الماط كيسوى شي حاجه ما حملهاش، الماط كيسوى الكراهيه كيسوى الصعوبه، المواد العلميه كتسوى الصعوبه. تعطي الثانوية ما عندكش لا باز، في جدة مشترك لقيتي أستاذ خور عيان في الفيزيك ما عندكش معاه، تيمشي يخدم في البريفي وتيجي يتسرح في البوبليك، ألوغ ما فهمتيش ولا عندك مشكل توا في الفيزيك وبقيتي هكاك. وصلت دابا البكالوريا كتلقى المعاملات كبار، معاملة المات كبير، معاملة الفيزيك كبير، عندك مشكل وخاصك توقف عليه. ولكن وقت ما جيتي تراجع كتلقى ديك الصعوبه كتحس بديك الكراهيه وفريمون شي حاجه حقيقيه كتحس فريمون انك ما كتحملوش لا المات لا الفيزيك. انا هادي وقعت ليا مع العومان، انا ما كنعرفش نعوم، يعني ملي كنمشي للبحر ما كيفوتش الماء قرجوطه، ملي جيت كنقلب مناش لقيت راسي شي بفلاش قديم، مشيت كنقلب راه في 5 سنين مشينا مع الدار مولا يعقوب لابيسين ديال مولا يعقوب ووقع ليا واحد البلان. كنت مريح هذا لابيسين في الجنب نشرب قبل ما جا واحد المرض ديال الوالدين ولا مسخط لوالدي وهزني بحال هكا بلاف لحني وسط لابيسين. الوغ غطست
اون سكوند دو سكوند 3 سكوند دزت عليه بحال 70 عام. شربت مويه جاب الله العم كان تما تلاح ليا جبدني حطني دار لي لي بروميي سكور حفظ الله. ولكن انطلاقا من ديك الوقيته بقات عندي واحد العقده من العمان. يعني حتى لدابا عندي النمره ديال التليفون ديال امتر ناجور في البورطابل، ولكن باقي نجي باش نتصل به وندير مع رونديفو ولا ماشي مع ويعلمني اكزاكتومون باقي ما تغلبش عليها. الوغ انا نقدر نكمل حياتي بلا ما نتعلم العمان، ولكن بالنسبه ليك انت الا عندك مشكل في الرياضيات ولا في الفيزيك راه هو 70% ديال داكشي اللي غادي تشوف من بعد البكالوريا في الجامعه في ليكول بريفي فين ما مشيتي في فرنسا مشيتي لالمانيا فين ما مشيتي مبني على الماط والفيزيك كاع لي ميتي اللي كتحلم بهم كاع دوك المهن اللي انجينيور ميتا اكسيتيرا معتمدين على الماط وعلى الفيزيك. علاش جبنا الهضره؟ جبنا الهضره على ان تروماتيزم، يعني تقدر تكون واحد تجربه ديجا دازت مع استاذ الماط ولا الفيزيك في الاعدادي وتبقى تابعك حتى تلقى في ثاني البكالوريا. مشكله محبوزه هنا، مشكله على فاش كدوز داك الامتحان وكتجيب ديك النقطه ناقصه ديك 7 على 20 كتمشي للدار كتشكي على الحاج كتكونوا قاعدين تتغدى تيقول لك شحال جبتي كتقول ليه 7 تيقول لك علاش تيقول لك ما فهمتش تقول شوف ولدي شتي حتى انا فاش كنت في البكالوريا بحالك هكا ما عمر داك الماط بغى يدخل ليا لدماغي داك الفيزيك ما كنحملوش. كتهضر مع عمك تا هو نفس الفيلم شتي حنا العائله ولدي ما عطيش لينا هاد المواد العلميه قلب لك على شي حاجه في الليطر راه الا غادي تنفعك. كتجي من جهه اخرى كتشوف صحابك، صحابك في المدرسه كتلقى 9 من 10 كيحملوش الماط ما تيدوز ليهمش كتقول كطيح النقطه ديالي كيخرج عليا الى عاود العام راه غير بسببه. واحد من دوك العشرة تيقول لك حكا انا الا خدمت شويه المواد العلميه راه كنلقى نتيجه. اذا كتلقى انهم ديجا انت عندك التجارب قدام خايبين مع الماط والفيزيك الدار حتى هما تيزيدو يوركو عليك الصحاب حتى هما معاونين دونك كيبان لك انه كلشي معاون باش يقول لك ان الماط صعيب والفيزيك صعيب. ولكن مثلا الا مشيتي على الحلاق مع الطبيب وقلتي ليه دكتور فاش نفعك الماط والفيزيك فاش نجحتي في البكالوريا تيقول لك يا ولدي انا خدمت مزيان الماط والفيزيك في الباك جبت واحد اون بون مونسيون الحمد لله تسليكسيونيت لا فاك دو ميديسين تخرجت منها حليت الكابيني ديالي في الاول حليته بكريديت كرفاص ولكن دابا الحمد لله ساليت الكريديت ديالي دابا راه عندي لابارتمون ديالي وخديت واحد الطوموبيل زوينه ودابا تنشوف واحد الفيلا ان شاء الله. الا جيتي سولتي خالك انجينيور فلو سي بي قلتي ليه فاش نفعاتك ديك المواد العلميه اللي قريتها في البكالوريا دوك السوايع اللي بقيتي مريح مورك على الماط ولا الفيزيك فاش نفعوك؟ تقول لك شوف اوليدي ديك التوارك اللي خرجت السمانه اللي فات دوبلو راه 80% منها جاي من داك الماط من داك الفيزيك اللي خدمت عليه في البكالوريا. من جهه اخرى ملي كنجيو نشوفوا المعاملات كنشوفوا المعامل ديال الماط هو 7 ديال الفيزيك 5 الاس في تي 7 السيونس فيزيك يعني اكثر من 50% ديال البكالوريا ديال الوطني معتمد على الماط والفيزيك في المواد العلميه. ما هضرناش على سيونس مات اللي عندهم معامل 9 في الماط. الوغ ملي كنشوفوا القضيه بحال هكا كيبان الرياضيات والفيزيك رغم المشاكل اللي فيها رغم الصعوبات اللي كنواجهوها مثلا رغم هذوك التمارين اللي صعب اللي مرمره ما تخرجوش عندها واحد الاساس عندها واحد الهدف عندها واحد وكتعطي واحد النتيجه تقدر توصل لشي حاجه. كيجي واحد التلميذ دابا تيقول لك دكتور اش غادي يوقع كاع الا ما جبتش هذا الباك ما عجبتوش
عاودتو ما جبتوش. كنقول ليه ما غادي تربح والو وغادي تخسر شي حاجه، ما غادي تربح والو وغادي تخسر شي حاجه. وغادي ندير معاك واحد الحساب سهل. غادي نفرضو السي محمد. الوغ السي محمد كيوجد الباك، عاود الباك خرج، بقى تيدور في التريبه في القهاوي في الكره واحد العامين اخرى تياكل فلوس با الحاج. صبر واحد الوقت قال لي شوف اولدي سي محمد خاصك تمشي تخدم على راسك، تمشي عند الحاج التازي صاحبي راه عنده شركه غادي يخدمك. مشى عنده قال لي مرحبا بك، الله وتي انت ولد فلان، مرحبا ساعه سعيده، غادي تخدم معنا دابا وغادي نخدموك باحسن صالير عندنا بالسميك. قال لي كيفاش؟ بيان سور السميك، لانه ما عندك لا باكالوريا لا ديبلوم، غادي تخدم بالسميك وغادي تبغى خدام بالسميك. نهار غادي تزيد الدولار 50 درهم في السميك، من دابا 5 سنين غادي نزيد عليك، ما كاين مشكل. قال لي شحال السميك يا عمي؟ 2333 درهم. نجي اخرى انا هشام، هشام تاهو ضعيف في المات، كان جاب في الجهوي نقطة ناقصة، ولكن طلع الثانية بكالوريا تخلع وورك ما بغاش يضيع العام، خدم بلاص ما يجيب 10.2 جاب 11.2 قبل تونيستيا في الميكانيك، دار ليستيا في الميكانيك، جاب الدبلوم ديالو ما عندوش معاه قريب بزاف، شد باك بلوس دو ويخرج ديريكتومون قلب على خدمة، خدم في شركة، خدم 3500 درهم. الوغ الفرق بين 3500 درهم و 2333 يا تقريبا شي 1200 درهم. باش نسالو الحساب نديرو 1000 درهم. الوغ 1000 درهم غادي تضربها في 12 شهر، هي 12000 درهم غادي تضربها في 40 عام، هي 480000 درهم. 480000 درهم هي 48 مليون. هي ابارتمون ديال 80 متر كاري في سميتك، سورتاتا في جيبك، هي اخر كلاس او مرسيدس خرجها دوبل في من لا ميزون. ما عرفتش بالنسبه لي، ولكن انا الا كنت غادي في الشانطي ولقيت واحد الشنطه فيها 48 مليون غادي تحنى عليها وغادي نهزها. اذا اللي تيقول ان الباك شنو غادي يوقع كاع الا ما جبتوش، ما غادي تربح والو ولكن غادي تخسر شي حاجه. الوغ هذا كي وصلنا التلاميذ اللي عندهم مشاكل في الماطو والفيزيك وبغاو يتغلبوا عليهم، عاده الدراري كيديروا السوايع. الوغ السوايع فيهم واحد ثلاثه ديال المشاكل، واحد باين واحد جوج مخبين. الوغ المشكل اللي باين في السوايع وفاش كتبدا في الاول في البديهات العام في سبتمبر كتدخل واحد 40 في القسم، استاذ مزيان كيشرح مزيان، فاش ما كتفهم شي حاجه كتسولو كيجاوبك بخير، شي تيقول هادشي شي تيقول هادشي تيقول هادشي. الشهر اللي بعدو كيتزادو واحد 10 التلامذ، كتولي 50 في القسم، كتزاحم واحد شويه كيبدا الصداع. دوك ثلاثه الصفوف اللورانيين ما كانت باغي تسمع والو، تتقول ماشي مشكل انا غادي نجي نقعد لك قدام وغادي نتصنط وغادي نتابع. الوغ الشهر اللي بعدو كيتزادو 10 تلامد اخرين، كتولي 60 في القسم، كتولي الصداع، كتولي الزحام، كتولي الصوت، كتولي الريحه، ما باقيش كتسمع داك الاستاذ، كتولي عندك الصوره ولكن ما عندكش الصوت، كتشوف الحلول في الطابلو، ودنيك مع النكته اللي كتعاود على الايمان، ودنيك مع اشنو داز البارح في الليغا في التلفازه. بغيتي تسول الاستاذ على شي حاجه ما فهمتيهاش ولكن هو بعيد عليك ما كيسمعكش وما يمكنلكش، كتولي كتحس براسك كضرب تماره فابور حاضر ولكن ما كتستافد والو. المشكله الثانيه هي اللي كنسميها التراكم، يعني مثلا في المتتاليات العدديه مشيتي اليوم السوايع الاستاذ كيشرح لكم المتتاليات الحسابيه المتتاليات الهندسيه، ما فهمتيش لحد العام كيفاش كندوزو من واحد لواحد، ما بالكش بغيتي توقف الاستاذ وقاف عاود شرح لك بالزربه ما فهمتيش دازت. السيمانه الجايه عاود تسولتي قال لك لا دابا غادي ندوزو المصادق التقارب، مكبوره صغرى تزايديه تناقصيه،
كتبع في المكبورة لقيتيه كيستعمل فيها لحد العام. حد العام دابا فهموش دونك حتى المكبورة مشات تزات. السيمانة اللي من بعدا غادي نبداو نتكلمو على البرهان بالترجع. راه شي تيتزاد على شي كيتزاد على شي كيولي عندك مشكل كما كان عندك مشكل في المدرسة، يعني تراكم ديال الحوايج اللي ما فاهمهمش. كتلقى داكشي كيكبر درس كيتزاد على درس كيتزاد على درس، منين تيقرب الامتحان ولا تيقرب الوطني داكشي تيولي تيبان ليك بحال الجبل. كتحس براسك راه معطل ثقيل والخلعه غادي كتكبر. المشكله الثالثه اللي كتوقع في السوايع هي المشكله اللي كنسميها انا الضياع. انا شحال ديال التلامذة ما حاسينش بها. اشنو كيوقع نشرح لك. يعني في الاول العام في شهر 9 مثلا كتخدم على العموميات حول الدوام، شهر 10 متتاليه العدديه، شهر 11 كتخدم على لوغاريتم لي بيريان، شهر 12 كتدوزو العدد العقديه. الوغ فاش كتوصل لشهر 2 ولا شهر 3 يعني فيفريا ولا مارس، واش كتبقى عاقل على داكشي اللي ديجا شفتي في المتتاليه العدديه؟ واش عاقل على 2 ديال الخصائص في الاعداد العقديه مثلا على الحساب ديال العمده ديال عدد عقدي باستعمال الدائره المثلثيه؟ اولا واش عاقل على 2 ديال المظاهر ولا خصائص ولا العلاقات في التناقص الاشعاعي في الشهر اللي شفتي في شهر 11؟ دونك اش وليتي تيبان لك؟ تيبان لك راه خدمتي درتي السوايع خلصتي، ولكن دابا انت تحس براسك على ما دوزتيهمش. دونك ملي تقرب الباكالوريا كتولي بحال ما درتيش السوايع من الاول العام، نسيتي داكشي اللي دار في الاول وما عندكش كيفاش تعاود ترد البروغرام كله هو وتعاود تخدم عليه باش توجد الوطني. دونك تحس براسك حاصل. وكاين هنا كاين المشكل ديال دونك الضياع. راه كاينين التلامذة اللي ما تيديروش السوايع، فكروا في حل اخر ديال كتوبة ديال لي زيكزارسيس كوريجي فيهم الاسئلة والجوابات ديالها بحال طوب بحال تيماتيما، ولكن لقاو مشكل اخر. المشكلة هي انه فاش كتجي تشوف مثلا الدرس ديال تطبيقات نيوتن في الفيزيك كتلقى بين 15 حتى 20 تمرين في هذا الدرس. كتجي كتشوف الدرس ديال الداله الاسيه في المات كتلقى فيه بين 15 حتى 20 تمرين. ملي كتجي تحسب كتلقى المات عندك 10 ديال الدروس ضربتيها في 20 هي 200 تمرين. كتجي الفيزيك عندك 9 دروس، الشيمي عندك 7 دروس يا 16، تاخذ 16 تضربها في 20 كتعطيك 320 تمرين. 200 تمرين على 320 في الفيزيك هي 520 تمرين. الو كيفاش غادي ديرها تتفرقها على السيمانات ديال المراجعه؟ واش كلهم هذوك التمارين مهمين؟ واش كلهم هذوك الاسئله مهمين؟ واش كلهم هذوك الاسئله والاجوبه كتحط بحالهم في البكالوريا؟ واش انت مطلوب منك انك تفهم كل سؤال من هذوك كل جواب من هذوك باش تجيب البكالوريا بواحد النقطه مزيانه؟ الو جواب على هذا السؤال هو اللي غادي نتكلم لك عليه في السر رقم 4 في لا سويت ديال هذا الفيديو. كاين حل اخر اللي جربوه بعض التلامذة هو لي فيديو غراتويت سور يوتيوب مثلا. الو حتى انا درت دي فيديو غراتويت في يوتيوب، الا دخلتي لاشين يوتيوب ديالي غادي تشوفهم. دونك فاش بديت انا في نوفمبر 2010 ملي كدير ريشيرش ماتيماتيك ماروك كتلقى زيرو فيديو، تدير ماروك فيزيك تلقى زيرو فيديو. عاد بديت لي فيديو ديك الساعات ديال باكليبر.ما، عاد من بعد عامين من بعد عاد جاو دوت بروفيسور حتى هما داروا دوتر فيديو. الوغ اليوم فاش كتجي تقلب في اليوتيوب على ماروك ماتيماتيك كتلقى اكثر من 10000 فيديو. كدير ماروك فيزيك كتلقى اكثر من 5000، ماروك شيمي كتلقى اكثر من 3000 فيديو. 3000 على 5000 على 10000 هي 18000. شحال من عام غادي خصك باش تشوف كاع هاد لي فيديو؟ المشكله هي الا كاع شفتيهم كاع كلهم نهار الامتحان واش غادي تلقى داكشي اللي بغيتي؟ واش غادي تلقى راسك فاهم دوك لي بروبريتي
دوك الخصائص، دوك لي ميثود اللي كيتحطوا في الامتحان، واش غادي يوريوك داك البرهان اللي كيعجب المصحح اللي غادي يعطيك النقطه في الاخر. انا ما نساوش ان المراجعه والسوايع والكتوبه ولي فيديو الهدف ديالهم هو انك تطلع النيفو ديالك باش تفهم شي حوايج في الامتحان. حنا خدامين على النتيجه باش تجيب النقطه ديالك، ما خدامينش على المشاركه. الوغ فاش كنشوفوا كاع هاد المشاكل كنقولوا واش كاين شي اسرار ديال المراجعه باش نراجعوا بواحد الطريقه اللي تعطينا واحد النتيجه. الوغ هنا غنتكلم لك بواحد النظره خاطفه على واحد خمسه ديال الاسرار اللي كنخدموهم مع التلامذ ديالي. الوغ نتكلموا على السر الاول اساسي، لا كونسونطراسيون. كنعرفوا ان الدماغ ديالنا كيجيو المعلومات من العينين، من الودنين، من اللمس، واحد العدد ملايين ديال المعلومات في كل ثانيه. الوغ هاد المعلومات كيقدر يدخلهم ولكن ما كيقدرش يميموريزيهم كلهم، لانه مثلا الا كتشوف واحد الصويره دابا كتشوف دابا في الفيديو تلقى انه عينيك مركزه على لو جو، يمكن مركز غير على لو جو، ما كتشوفش ليكرون كله، متبعي في لو جو، ما تبعش شنو واقع هنا ولا هنا. دونك حتى دابا ملي قلت عليك عاد غادي تولي تشوف دابا مثلا هنا، مي التركيز ديالك في واحد السونتر، ميم دون اون ايماج، ميم دون اون فيديو دائما، لان لا كاباسيتي ديال الدماغ ديال لافورماسيون ما يمكنلهاش يستوكي كلشي. بحال غتخشي فيه 1000 جيجا غتخشيها في واحد لاكارت ديال 20 جيجا، ما يمكنش. الا احتاجيتي لشي بلاصه اخرى كيركز العينين في واحد الجهه اخرى وتياخذها. نفس الشيء بالنسبه للصوت، نفس الحاجه بالنسبه لجميع الحواس. الدماغ كيركز فقط على جزء ديال المعلومات هو اللي تيشدو، سينو اون فوا غادي تشوف الا دخلتي التصويره كلها هي غادي تبوغي، غادي تبلوكا الطباله. دونك الهدف ديال هذا الفلتر هو انه جوستومون يحبس عليك هذه القضيه، انه ياخذ لك غير شويه اون بارتي ديال لافورماسيون ويعقل عليها. داكشي يعني اون جينيرال بون باش يحافظ على الدماغ ديالك. anyway داكشي علاش فاش كتكون كترجع في الدار خاصك تفي لا ميوزيك، تفي البورطابل، سد الباب، تكون كونسونطري على داكشي اللي كتشوف بعينيك وداكشي اللي كتسمع بودنيك وداكشي اللي كتكتب بيديك، باش نفس الحوايج يتعقلوا في نفس البلاصه في الدماغ ويكونوا فاسيل ا ميموريزي. لونيفرسيتي ديال ويسترن واشنطن دارت واحد ليتود في 2009، اون ليتود تري انتريسون على هاد الفكره ديال الكونسونطراسيون. عرفتي في لونيفرسيتي امريكان كاين الباتيمون الكبير هنا كتخرج منه كتلقى الكازون الكومبوس كوا، وفي الاخر كاين الباب الكبير ديال الحديد. الوغ شنو داروا في الطريق اللي بين الباتيمون والباب ديال الحديد؟ داروا ان كلون غادي بدوك البيشكليتات لي مونوسيكل رويضه وحده، عطاها صفاره دونك تيغني وتصفار وتضحك وتتحرك في هذاك لالي. اشتي ليكسبيريونس، جاو حتى لحدا الباب ديال الحديد وبداو تيسولوا الطلبه اللي خارجين، قال لهم واش بان لكم اليوم شي حاجه غريبه، شي حاجه مفروحه في الطريق من الباتيمون حتى الباب. وركزوا بالضبط على التلامذ، على الطلبه اللي خارجين تيهضروا في التليفون، اشنو لقاو؟ لقاو ان 75% 75% من الطلبه اللي كانوا تيهضروا في التليفون اللي لازم قدامهم لو كلون 4-5 المرات صفر عليهم عاود لهم نكات ضحك معاهم ما شافوش. 75% ما شافوش، العين محلولين داز من قدامهم مره جوج، 75% ما شافوش. هذا هو الاحساس اللي تيوقع لك ملي كتكون في المدرسه، حال عينيك في السبوره باش تكتب شي حاجه في السبوره ولا في السوايع وعينيك مع النكته اللي كتعاود على الجنب ولا اشنو وقع اليوم في العشيه في السيريا ولا في الفيلم. اذا تركيز اساسي ومهم في المراجعه. السر الثاني ديال المراجعه الناجحه هو المراجعه المستمره، كنسميه المبدا ديال المراجعه المستمره.
هذا البرينسيب كيقول لنا ان اربعه السوايع متابعين ساعه مورا ساعه مورا ساعه مورا ساعه محطوطه في نفس الدرس احسن ثلاثه المرات من ساعه اليوم ساعه غدا ساعه بعد غدا ساعه السمانه الجايه، يعني ساعات مفرقين. فاش كيكون التركيز في نفس الوقيته في نفس الاتجاه على نفس الدرس كتكون النتيجه كتكون لا ميموريزاسيون ميور ثلاثه المرات كثر ديال الخصائص ديال لي بروبريتي وديال لي ميثود. الوغ شويه على فيديو طولات دونك غادي نحاول بالزربه ندوز على لي زوتر برينسيپ. انا بغيت اوسي نهضر لك على لي تخوا بونوس ديال لا فورماسيون باك ليبر. الوغ السر الثالث هو المبدا ديال الاعاده، مبدا ديال الاعاده. الوغ شنو هو المبدا ديال الاعاده؟ كنعرفوا ان الاعاده هي اهم طريقه ديال التعلم من سيدنا ادم حتى لدابا. يا باش تعلمتي تهضر، تعلمتي تمشي، باش تعلمتي تلبس، كيجي الوالد فاش كنت صغار تيقول لك بابا 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 بابا، كتقول انا هاد فلان هذا وبابا ماما ماما هاد فلان هي ماما. اللي قال لك النهار الاول بابا لغت ليه قال لك با، وبعد لغت ليه قال لك الوالد، ما كتعقلش. دونك خاصك الاعاده بنفس الطريقه، وهذه كتنفعنا في التمارين، لان في التمارين خاصك تشوف الحل ديال التمرين بنفس الطريقه واحد جوج ديال المرات ولا ثلاثه بنفس الطريقه. شفتي اليوم بالطريقه، غدا شفتي بنفس الطريقه، زدتي بغيتي تعقل عليه اكثر، مثلا ملي كتبريباري الامتحان ولا ملي كتبريباري الوطني سمانه قبل كتطلع عليه عاوتاني واحد 10 مينوت وكتعاوتاني تشوف ديك الطريقه وكتزيد تعقل عليها. فاش كتعاودها اون ثوازيام اون كاتريام فوا كتعقل عليها 700%، ما عمرك باقي كتنسى. الوغ المبدا الرابع اللي بغيت نتكلم لك عليه هو مبدا 20% 80%. يمكن ديجا شفتي اون فيديو على هاد لو برينسيپ اللي كنت كنشرحت فيها هاد لو برينسيپ اللي كنتكلم فيه على لوب ديال الدرس، لي 20% لي بلوز امبورطونت، يعني لو سونتر ديال لا لوسون. يعني كل درس كبير مثلا في 40 ولا 50 خاصيه، منه هاد الخصائص كلهم 20% فقط لمهمين، يعني 10 من بين 50 اللي كيتحطوا كيعاودوا تحطوا كيعاودوا تحطوا في التمارين في الامتحانات العاديه في الوطني وفي لي كونكور مع الباس. هادو هما اللي غادي نستعملهم ايضا في لو سوبيريور. دونك سي لي 20% لي بلوز امبورطون. هادو اللي خاص نورمالمون الاستاذ يقول لك هادو هما الاساسيين عافين تركز عافين تخدم عليهم. هادو اللي غادي تعاودوا وغادي تعاودوا، هادو خاصهم يتفهموا وخاصهم يتحفظوا وتستعملوا في التمارين. هادو اللي خاصك تستعمل في التمارين باش تبراتيكيهم. الا حطيتي فيها ساعه باش تفهمها احسن من حطيتي نفس الساعه باش تخدم خمسه التمارين اخرين على اسئله ماشي مهمين. السر الخامس كيقول لنا ان اسرع طريقه باش تعلم شي حاجه هي انك تعلم من اوائل الاستاذ في العالم. اسرع طريقه باش تعلم شي حاجه انك تعلم من اوائل الاستاذ في العالم. هذا سميتو لو برينسيپ ديكسيلونس، لو برينسيپ ديكسيلونس مبدا التفوق. مثلا فاش انا كنت كنخدم على لا كرياسيون دونتربريز قلبت على اوائل اكسبير في لو موند في لا كرياسيون دونتربريز، اوائل واحد اللي يقدر يشرح لي كونسيبت ديال البيزنس ديال لونتربرونيا في العالم. لقيتو سيت غودان، مشيت عنده شريت كل يوم الكتبه ديالو، شي 13 كتاب، كنسمع كاع لي زوديو ديالو، كل يوم لي كونفرنس تيبانو في يوتيوب تيفيها نص ساعه ثلاثه السوايع 20 ساعه كتفرج فيها من الاول حتى الاخر، وبا مال فيهم عاودتهم جوج ثلاثه المرات. الوغ فخر هذا العام عطاني سيت غودان المعلومات اللي بروف اخر عيان ولا معين غادي يعطيهم لك في 15 عام، وكاين شي حوايج اللي ما غاديش يعطيهم لك لانه براسو ما عرفهمش. تخيل معايا انا انجينيور انفورماتيسيان اللي خدام مع ستيف جوبز في ابل في كوبرتينو، خدم معاه واحد العام وقالوا لي مع
ان انجينيور انفورماتيسيان اللي خدام في التكنوبول ديال كازا 10 سنين ولا 15 عام. لا علاقه، لا علاقه. داك العام حسنا من دوك 15 عام كليرمون، مع 15 عام مع مونتور ولا مع اكسبير مع استاذ عيان ولا مايا ناقصه بزاف على عام واحد مع الاكسبير مونديال. لان الاكسبير كيجي كيجي ياخذ داكشي الصعيب كي يعجنو كي يبسطو باش يخرجوا لك من الجهه الاخرى سهل بسيط مضوغ بريت ا كونسومي كتاخذو انت فاسيلمون. دونك هادو هما خمسه ديال الاسرار ناجحه في البكالوريا، المراجعه الناجحه في البكالوريا. اولا التركيز، ثانيا المراجعه المستمره، ثالثا مبدا الاعاده، رابعا مبدا 20% 80% يعني تخدم على 20% لي بلوز امبورطون، والخامس هو مبدا التفوق يعني تعلم مع واحد الاستاذ اللي من مستوى كبير. دونك هاد الخمسه الاسرار هما اللي استعملتهم انا باش ديفلوبيت لا فورماسيون باك ليبر. الوغ لا فورماسيون باك ليبر مختلفه على لي فيديو غراتوي اللي كاينين في لاشين يوتيوب دابا. لا فورماسيون باك ليبر سي اون فورماسيون بوكو بلو امبورطون من لي فيديو غراتويت. الوغ شنو فيها؟ فيها دي زيكزارسيس كوريجي، فيها دي بروبليم كوريجي، فيها دي باكالوريا بالتصحيح ديالهم في المات في الفيزيك وفي الشيمي بالنسبه للاس في تي، بالنسبه للسيونس فيزيك وبالنسبه للسيونس مات. دونك هادو تقريبا شي 750 فيديو اللي كنوريك فيهم لي زيكزيرسيس لي بلوز امبورطون، دونك لي 20% علاش تكلمنا لي بلوز امبورطون et surtout les méthodes li kitahto f imtihan li kitaawdou kitaawdou kitaawdou. Alors hado khassin btlamd li msejlin f le site, donc kay lqaw fiha le math, le physique ou le chimie, ou fiha aussi une autre partie ala le mindset. Alors achno kentkellmo f le mindset, kentkellmo ala la concentration, kentkellmo ala la motivation, kentkellmo ala la gestion du temps, nzim dial le waqt, ou kentkellmo ala la gestion de l'efficacité, yani le fa'aliya. Hatta hiya had le mindset kiaawna bach nbdlou le tariqa bach kenwjdou le baccalauréat, tariqa bach kentalmo, tariqa dial ta'allum dialk bach kenbdlouha bwahed tariqa ma hsemna, hsemna bzaf. الوغ كناخدو كل وحده من هادو سي تي او ام، كناخدو لا كونسونطراسيون كنضربوها في جوج، كناخدو لا جيستيون دو طون كنضربوها في جوج، كناخدو ليفيكاسيتي كنضربوها في جوج، كناخدو لا موتيفاسيون كنضربوها في جوج. سو كي في انه جوج في جوج 4 في جوج 8 في جوج 16، دونك طريقه المراجعه ديالك كنضربوها في 16، دونك النتائج كتكون كبيره. فيها بالنسبه للمات واحد 300 ديال الفيديو ديال التمارين بالتصحيح ديالهم، يعني تقريبا واحد 75 ساعه ديال التمارين والتصحيح ديالهم. كنشوفوا فيهم الطرق اللي كتحطوا في الوطني اللي كتحطوا في امتحانات، كنخدموهم افون يعني ديك ال 20% ديال اللوب ديال الدرس. في الفيزيك عندنا واحد 250 فيديو ديال التمارين ديال لي بروبليم بالتصحيح ديالهم. هنا كنشوفوا الار سي، كنشوفوا الار ال، تقريبا شي 62 ساعه ديال لي فيديو. فيها الميكانيك، فيها التناقص الإشعاعي، غادي نوريك كيفاش تتعامل مع الأسئلة وكيفاش تجاوب على الأسئلة اللي كيطلبوا منا. في الشيمي فيها 100 فيديو، فيها الحل ديال التمارين، فيها مثلا كيفاش نلقاو معادلة كيميائية، مؤكسيد المختزل، كيفاش نديروا التوازن ديال المعادلة حتى نلقاو جدول التفاعل، و اون فوا لقيناه كيفاش نستعملو باش نحسبو التركيز، باش نحسبو البي اش، باش نحسبو الموصلية. دونك 300 فيديو في المات، 250 فيديو في الفيزيك، و 100 فيديو في الشيمي.
عاد تقريبا شي 100 فيديو خاصه بلي سيونس مات. الوغ ما صيفط هاد لا فورماسيون، صيفطها للتلامذ اللي تيخدموا وما كيلقاوش النتيجه. التلامذ اللي كيعطيو بعض المرات كيخدم ابري ميدي كل هي عشيه كل هي 4 5 السوايع، ولكن رغم ذلك ما كيلقاش نتيجة، ولكن هو ما بغاش يضيع العام، لانهم كاينين تلاميذ ما باغينش ينجحوا. نكون واضحين، كاينين تلاميذ اللي ما مسوقينش كما تيقولوا لي زاميريكا، اتس جود تو هاف بات اتس نوت ا شود تو هاف، اتس نوت ا ماست تو هاف، اتس نوت ا ماست تو سكسيد. يعني الا نجح راه مزيان ما يفرح بها، ماشي ما يفرحش، ولكن ماشي شي حاجه اللي واقف عليها وخدام عليها ومركز عليها والعام كله هو مضره في راسه. دونك بالنسبه للتلام ماشي اليوم، لا انا صايبتها التلام اللي ديجا تيخدموا ديجا تيوجدوا وما تلقاوش النتيجه وتتسائلوا كيطيح لهم العجب كيفاش. انا كندوز 4 السوايع على التوال اليوم على الغدا بعد غدا السبت والحد، ملي تيجي امتحان كنلقى راسي مبلوكي. كيفاش الفيزيك كنخدم انا سيمانه كلها هي كنخدم 3 السوايع كل نهار، ملي كيطيح الامتحان ديال الميكانيك ما كنرقش بال فيه والو. وهاد التلامذة هادو بالضبط هما اللي من صايبت هاد لا فورماسيون، صايبتها باش نشرح لهم اكزاكتومون دوك الحوايج اللي ما عارفينهمش، باش نعطيهم اون ميثود كلير، باش نوريهم دوك الحوايج اللي مخلطين عليهم، دوك الحوايج اللي بوتيتغ دابا تيبان لهم فاغ، الطرق اللي كيتعاودوا وكيتعاودوا وكيتعاودوا في الامتحانات في الامتحان وفي الوطني. دونك هادو اون فوا شديتهم كيمشيو كيجري في الامتحانات وفي الوطني. هاد النوع ديال التلامذ اللي مستعدين انهم يخدموا دابا يوركوا دابا على المات على الفيزيك باش ياخذوا ديك الباسات باش كيحلموا ديك المرسيدس باش يحلموا باش يوجد ديك الفيلا افيك بيسين افيك جاردان افيك فيو على بوسكورا تسمير تصور. اولا يمكن انت كتحلم بشي حوايج كبر من هادو، عندك احلام كبر من هادو، دوز دو موا في تايلاند دو موا في جابون، اولا عندك شركه كتخدم 6 شهور في كازا و 6 شهور اخرى كدوزها في لي كاريب في لي بوتيت زيل اون جيت سكي عرفتي على البحر سور لا بلاج ومياه زرقاء اكسيتيرا. وهاد لا فورماسيون جوستمون لهاد التلامذ اللي عندهم هاد الاحلام وبغاو يحققوهم، اللي تيقولوا قول لي يا استاذ اشنو ندير، قول لي كيفاش ندير ايتاب باغ ايتاب، انا من غدا معاك من دابا راني معاك ونلعب ورعا، قولها ليا ولعب العار الا ما سمعتش انا غنتبعها حرفيا حرفيا، وريني الطريقه 1 2 3 4 غادي نتبعها اكزاكتومون كيما عطيتها ليا 4 السوايع 5 السوايع نخدمها معاك، وريني طريقه باش نتموتيفا كل نهار باش نلقى الحماس باش نلقى التحفيز كل نهار ونمشي معاك انا في هذا لا ميثود، نمشي معاك في هذا لا فورماسيون. الو لا تلمذ هذو المصايب تاع هذا لا فورماسيون. الو فاش كنت في الاولى بكالوريا كنت خرجت واحد السبرتيله رايبوك اخر ما خرجت ديك الساعات في الكحل في الكحل والبيض كتسوى واحد 19000 ريال. مشيت عند الحاج قلت ليه الحاج عرفتي واحد السبرتيله بحال خرجات قصتها نعتها بحال خرجت 19000 ريال. قال لي يا الوالدي يا الله تي ما كاين حتى مشكل غدا ان شاء الله غادي نمشيو للجامع الفنا فطلع هبط ونشري لك اكبر واوعر سبرتيله رايبوك كدور ب 3000 ريال. قلت لي لا راه ما سمعتيش مزيان راه 19. قال لي لا 3000 ريال وما تحلمش نشري لك شي حاجه بهذا الثمن. دونك انا كان عندي الاختيار انا نمشي مع دوك 10% اللي تيوجدوا تيخدموا ولا دوك 90% اللي راخين عليها. الوغ في الصيف ديال السنه الاولى بكالوريا جينا لاكادير، الوغ مشيت خدمت في الميناء ديال لاكادير في البور، ماشي مورا بيرو ماشي قدام اورديناتور، ولكن كنهز مال بيكوب الحكواك ديال السردين في الكرتونات وكنمشي بها حتى كان
نحطهم في الباطو، وكان تجيل هنا وكتعنق واحد دوك الحكوك الكبار ديال النيدو ثلاثة ولا أربعة، وكتمشي عاوتاني حتى كتحطهم في الباطو. تهز القوا لابط السكر البصلة معطيشة كلشي حتى كديرو في الباطو. ملي كتوصل ديك الخمسة العشية كيجي الشيف تيقول لك واش فيك ما يخدم واحد خمسة السوايع، راه باقي الباطو غادي يخرج وخصنا نعمرو ليه هاد المونة ديالو. كتقول لي بيان سور. في ديك السمانة جمعت 14000 ريال، ما كملوش الفلوس، ولكن الحاج ملي شافني جمعتها زادني وشريت الرايبوك، وديك الساعات طلعت لها حتى للفنيدق. دونك هاد 10% ديال التلاميذ اللي مستعدين باش يوركو باش يستثمروا هاد الوقت القصير ديال السنه الثانيه بكالوريا، اللي مستعدين باش يعرق واحد شويه باش يخوي واحد الوقيته في داك السبت والحد، الا كنتي كتحس براسك منهم ليك المنصيب تاع الفورماسيون. الوغ اشنو كاين في هاد لا فورماسيون من غير 300 فيديو تاع المات، 250 فيديو تاع الفيزيك، و100 ديال الشيمي. الوغ فيها 3 بونوس هادو غراتوي للتلاميذ اللي غيتقيدو دابا. البونوس الاول كيتكلم على واحد لا سيري ديال 5 ديال لا فيديو كنتكلم فيها على 5 اخطاء القاتله في البكالوريا. الخطا الاول كنتكلم فيه على واحد ليكزيرسيس ما عمرك ما سمعتي به، 99% ديال التلاميذ ما عمرهم سمعوا به وعمرهم خدموه. ليكزيرسيس اللي الا بغيتي ديرو خاصك تمشي عند بيدو بسيكياتر وتخلص واحد 600 درهم ويخدم معاك واحد نص ساعه حتى لساعه. اول اكزرسيس كنخدمو عليه لانه اساسي ومهم بزاف. في الخطا الثاني كنتكلموا على مشكله ديال التركيز. كاينين تلاميذ كيقول لي استاذ اقسم ما ريحت باش نخدم كنساها ما كنركزش في التمرين. دونك فيها واحد الفيديو سبيسيال فيها جوج ولا ثلاثه ديال لي ميثود سبيسيال باش تزير راسك باش تجمع الدماغ ديالك في التمرين. الخطا الثالث كتكلموا فيه على لا موتيفاسيون، فيها بالضبط جوج ديال لي فيديو لانها مهمه. الهدف هو انه تكون عندك واحد ثلاثه ديال الطرق باش تلقى لا موتيفاسيون كل نهار. كل نهار بغيتي تخدم، كل نهار بغيتي توجد، خاصك لا موتيفاسيون، خاصك الحماس. قبل ما تهز الكتاب خاص يكون عندك واحد لو مينيموم واحد القياس ديال لا موتيفاسيون باش تدخل في داك الدرس. طالت الحال كاين الخطا رقم 4، كاين رقم 5، غادي نشوفوا فيهم حوايج اخرين. الوغ البونوس الثاني اللي غادي نشوفوا فيه 7 تقنيات متطوره للمراجعه. الوغ هادو غادي نشوفوا فيهم لا بروميير تكنيك اللي عطاتنا لعبد الفتاح، اللي زاد 6 نقاط في المات و 7 نقاط في الفيزيك في تقريبا واحد شهرين. الوغ هاد لا ميثود اللي بالنسبه لعبد الفتاح خلص عليها 6500 درهم، اللي حمزة جا من الرباط حتى لكازا حتى لمراكش باش حضر معنا لا انكونتر في مراكش بطريق بلوتوروت بليسانس بلمباتا وبرشوع باش ياخذ هاد لا ميثود ديال لو تسونامي. هاد لا ميثود اللي غادي نشرحها لك فيها 5 ايتاب 1 2 3 4 5. الى بغيتي تزيد انت 6 نقاط في المات ولا دونك انت الا بغيتي تزيد 6 ولا 7 نقاط في المات لا فيزيك كاينه لا ميثود وغادي نشرحها لك. الوغ غادي نشوفوا فيهم ايضا واحد لا ميثود ديال نازا اللي استعملوها في 1969 باش يصيفطوا اول انسان ارمسترونغ لسطح القمر. دونك ديك الوقيته النازا خسرات اكثر من 50 مليار ديال الدولار باش تصيفط ثلاثه ناس للقمر. دونك ديك الساعات كان اكبر مشكل وانه الا وقع شي مشكل في الشوفاج او لا في لو سيستيم دو كليماتيزاسيون غادي تشتت ديك المركبه. مشات 50 مليار وسورتو الشوي ديال الامريكان في مات الحرب البارده بين لي زيتازوني و ليو اس اس. دونك كان خاصهم دي ميثود سبيسيفيك باش خدامين غير على هاد لا بارتي باش يكونوا سور ان ما يكون ما انترفينيش لو ستريس ما يوقعش شي مشكل. غادي نشوفوا ايضا في هذا لو بونوس 2 تقنيه متطوره انسبيري من غاندي، انسبيري من الطريقه
باش غاندي دار الاستقلال ديال الهند على بريطانيا في 1941. غادي نشوفوا فيها واحد لا ميثود اخرى اللي كيستعملوها لي مارينز يعني الجيش ديال الامريكان في الاخر ديال الحرب العالميه الثانيه. في الاخر ديالها كان عندهم مشكل كبير مع لي جابوني رفع دونك كان خاصهم شي تقنيه ان بو بيزار اللي كانوا خاصهم يديفلوبها سور لو شون باش يستعملوهم. غادي نشوفوا ايضا في هذا البونيس واحد التقنيه متطوره اللي ديفلوبا واحد سافون روس في 1890 بور لا موتيفاسيون. واحد لا موتيفاسيون اللي فاش بارطاجها مع لي زوتر سافون ديال لا كوميونيتي سانتيفيك كلشي تشتت عليه بالضحك. قال لي امبوسيبل هادي تخدم لينا مع بنادم امبوسيبل. بنادم ذكاء وفي شكل وعقله في واحد الشكل ما يمكنش هادي تخدم مع بنادم. ولكن ملي شافوا ليكزيكسيون شافوا لابليكاسيون شافوا لي ريزولتا النتائج كلشي حل فمو. راه غادي نشوفوا في هذا لو بونوس واحد لا ميثود مفروحه ديال اون كلينيك كاليفورنيان في لي زيتازوني دو ديزانتوكسيكاسيون ديال لي دروغي. دونك لي ريهاب سنتر هادي اللي كيجيو ليها المشاهير ديال المغنيين ديال الممثلين في الامريكان. دونك فاش كتشدهم لا كوكايين بور لي ديزانتوكسيكي عندهم اون ميثود سبيسيفيك في هاد لا كلينيك. غادي نشوفوها في لو بونوس كومون اريتي ان تروك لي شدك وما كتقدرش تهرب منه. الوغ البونوس رقم 3 غادي على لورينتاسيون. غادي نشوفوا فيه اربعه ديال لي موديول اللي غادي نتكلموا فيهم على المشاكل اللي كاينه اللي بوتيتغ انت كتلقاها في توجي. انا مثلا فاش واحد الوقت فاش كتدوز البكالوريا وكيقرب الكونكور كيجي واحد العدد ديال الاسئله استاذ انا تالف ما عارفش كثروا عليه الكونكور ما عارفش منين نبدا. انا واحد اللي ندوز واش ندوز ديال الانسا واش ندوز ديال الانسجي ولا ندفع للميديسين ولا ندوز ديال الانسان اكسيتيرا. دونك حنا غادي نشوفوا الفيديو الاولى اون تكنيك من هوليوود بور لورينتاسيون. الوغ هاد لا ميثود غادي نتاسبيرو من هوليوود غادي نتاسبيرو بالضبط من ستيفن سبيلبرغ هو اللي كيستعمل هاد لا ميثود هادي بور شوازير اونتر دو فيلم. مثلا عندو دو بروبوزيسيون دو فيلم وكي ايزيتي بيناتهم كيفاش كيشوازي. سي اون ميثود ديال سبيلبرغ اللي ديفلوبا كيستعملها باش كيديسيدي واش هذا اللي يصلح ليها ولا هذا اللي كيصلح ليها. بون لا ميم شوز بالنسبه ليك انت انت الا كنتي واحد بين الانسا ولا الان سي جي الى وحده اللي غادي تصلح ليك من دابا 5 سنين من دابا 10 سنين من دابا 15 عام. سي ان تكنيك تري بويسونت. الوغ جوست بهاد التكنيك في 20 دقيقه غادي تحيد داك التردد داك القلق اللي شادك واحد بوتيت 6 شهور على لورينتاسيون واش هادي ولا هادي دو فاسون تري تري رابيد 20 مينوت سي بلي. سي اون تكنيك اللي ما غادي تلقاها نول بار باسكو سي مون ادابتاسيون بيرسونيل ديال هاد لا ديال ديال لا تكنيك انا اللي كنقسمها مع تلامذ اللي واحلين اللي تياخذوا 500 درهم اون اور دو كوتشين وكنخدمها معاهم سور سكايب اون ان ا. سي فريمون تري بويسون لي جربوا تلامذ جربوا فريمون سا. لا ميثود الثانيه الوغ اللي غادي نشوفوا هي لا ميثود 3 سي. سي اون ميثود اللي جاتنا من لو ديزاين اندستريال لو مون ديال لي ديزاينر ديال الطبالي ديال لي لامب اكسيتيرا بور جينيري دي زيدي pour générer des idées créatives de création, yani de fabrication. حنا غادي نستعملوها باش نجينيريو des idées d'orientation اللي ما عندكش دابا. يعني غادي ناخذو idée ou idée وغادي نصنعو منهم une troisième plus innovante. On va faire la même chose pour deux autres idées, ensuite pour deux autres idées, ensuite on va englober هاد le tout بطريقة un peu particulière.
عادة لو ريزولتا ديال هاد لا ميثود 3 سي كيكون سوربرونون، ما كتكونش كتوقع، ديك الفكره اللي كتخرج داخل لا في بوكو دو كرياتيفيتي ا نيفو سوبيريور. دونك حنا غادي نستعمل هاد لا ميثود بور تروفي دوطخ شوا في لورينتاسيون. اوكي، الوغ لا تكنيك الثالثه في لو بونوس 3 في التوجيه هي لا تكنيك ديال ذا فايف وايز مان. ذا فايف وايز مان، لي سانك ساج. الوغ سي ان تكنيك انسبيري من لو ترافاي ديال دال كارنيجي، لو بروميي ملياردير امريكان. هو كان في زاني 40 اول امريكاني كيوصل ال 1 مليار دو دولار في لا ريشيس ديالو. دونك هو كان كيستعملها بور بران دي ديسيزيون. حنا غادي نبدلوها واحد شويه باش نستعملوها في التوجيه ديالنا، في التوجيه ديالك. في لو موديول 4 وفي لا فيديو 4 غادي نشوف فيها لا تكنيك كالك. الوغ سي ان تكنيك اللي غادي نوريها عليك، غادي ديفلوبيتها لواحد الهدف بالضبط، لان بعض المرات كيكونوا الاختيارات كثيره. ميديسين، سانس، انسام، انفيرمي، بوبليك، بريفي، كوميرسيال، نمشي لفرنسا، نمشي لالمانيا. وبنادم كيتلف، وبنادم كيتخربق. الوغ سي ان تكنيك اللي اون فوا غادي نديروها لا تكنيك كالك، غادي تحيد لك 95% ديال دوك الاختيارات. غادي تقول لك هادو ما كيصلحو لكش، ما خدامينش، يبقى لك غير ديك 5% علاش كتخدم. دونك الى عندك 8 ديال الاختيارات، هادي كتحيد لك 6، كتخلي لك جوج. دونك دوك جوج تقدر تخدم عليهم، فينا واحد لي بلو زادابتي لي غادي يصلح لك. Voilà donc pour le bonus رقم 4. C'est un bonus exceptionnel, il est tout nouveau, يلا خرج هذا العام وبغيتك حتى انت تستفد منه. دونك هادشي من غير 300 فيديو ديال المات، من غير 250 فيديو ديال الفيزيك، من غير 100 ديال الشيمي. دونك كاين هاد لي 3 بونوس هادو، خمسة اخطاء القاتلة في البكالوريا. البونوس الثاني سبع تقنيات متطورة للمراجعة في البكالوريا. والبونوس الثالث كيفاش توجه وعلاش، كيفاش توجه وعلاش. الوغ شحال كتسوى هاد لا فورماسيون؟ الا وصلت هاد لا فورماسيون اللي بوحدك انت بالضبط، غادي خصك تخلص فيها واحد 56 مليون. علاش؟ لانه باش نصايب هاد لا فورماسيون خرجت من ان بوست ديال شيف دو بروجي في كازا بجوج المليون في الشهر. خدمت عليها واحد العامين، دونك جوج في 24 يا 48 مليون. غادي تزيد عليها واحد 8 مليون ديال الماتيريال، ديال لي تابلت، ديال الاي ماك، ديال الكاميرا، ديال لي لوجيسيال، ديال لا فيديو. مثلا اللوجيسيال ديال الماك باش كنخدم به بشي 2500 درهم. ولكن اوروزمون انت ماشي بوحدك اللي غادي تستافد من هاد لا فورماسيون. من جهه اخرى الا جيتي تحسب 300 فيديو في 75 ساعه في المات، في الفيزيك 62 ساعه، في الشيمي 25 ساعه، يعني في المجموع تقريبا واحد 162 ساعه. الا جيتي تجيب واحد الاستاذ اللي يقرا لك في الدار، غير الا درتي ليه 50 درهم للساعه، غادي تجيك 8000 درهم للساعه. دونك هاد لا فورماسيون ديال المات والفيزيك والشيمي، فهاد الوقت فاش كنهضر معاك تقيدو فيها تلامذ من فرنسا ب 227 اورو المات و 227 اورو الفيزيك. يعني المات والفيزيك تقريبا واحد 5000 درهم. الوغ بالنسبه ليك انت، لان عرفت ان المستوى في المغرب، دونك الله يكون في العوان، وبغيت انا واحد العدد ديال التلامذ اللي يستافدوا من هاد لا فورماسيون، داكشي علاش درت واحد الثمن مخير.
aussi j'ai rajouté des bonus من جهة أخرى، لأن ما بغيتش غير الماط والفيزيك والشيمي، ولكن بغيتك تستافد من بزاف الحوايج اللي ما عمرك سمعتي عليهم، يعني في لا كونسونطراسيون دي ميثود دو هوليو دو غاندي اي دو شوز، تحت ما كيقسمهم معاك وتحت ما تيبارطاجيهم معاك. الوغ دونك ماشي ب 8000 درهم، ماشي ب 5000 درهم، ماشي ب 3000 درهم. بالنسبه للاس في تي لا فورماسيون باك ليبر ب 1000 درهم كتخلصها مره واحده في العام. بالنسبه للسيونس فيزيك 1100 درهم، وبالنسبه للسيونس مات 1200 درهم. بون كتخلص مره واحده في العام، وكيبقى عندك الكونتاكتيف حتى الاخر ديال العام من بعد البكالوريا. هذا ثمن رمزي في المغرب. في المغرب الا كنتي في مثلا مدينه كبيره مراكش كازا الرباط، 8000 درهم بون كتخلصو غير في الشهر باش ترجع الماط والفيزيك. فاش غادي تقيد؟ غادي يكون عندك لاكسي، غادي يكون عندك مود باس ان لوغين باش تدخل لو سيت دو ريفيزيون بريفي ديال تلامد لي ابوني، وغادي يكون عندك اكسي ل 300 فيديو ديال الماط، 250 فيديو ديال الفيزيك، و 100 فيديو ديال الشيمي، اضافه لي 3 بونوس ديال المايند سيت اللي تكلمت لك عليهم. 5 اخطاء قاتله، 7 تقنيات متطوره، و لا فورماسيون على لورينتاسيون كيفاش نتوجه و علاش. الوغ السؤال اللي بوتيت كيطرح عندك دابا هو دكتور مغاري، الا تسجلت دابا وتقيدت معكم دخلت للسيت ديال المراجعه وطبقت الطريقه ديالك حرفيا ايتاب باغ ايتاب 1 2 3 ا بي سي دي، واش غادي تكون شي نتيجه؟ واش غادي تبان ليا شي نتيجه في القسم وفي الامتحان وفي الوطني؟ الوغ انا ما غاديش نجاوبك مباشره على هذا السؤال، لان انا عرفت انا تقدر ما تيقنيش، ولكن غادي نصيفطك ديريكتومون لا باج وغادي نخلي التلامذه ديالي اللي جاوبوك على هذا السؤال. دونك في الفوق ديال السيت كاينه لا باج ما يمكنش، الوغ كليكي عليهم. في لا باج ما يمكنش جمعت لي كومونتير لي ميل اللي كيجيو لي من عند التلامذ اللي مقيدين معايا وتيستافدوا، اللي خلصوا واستافدوا وجابوا النقاط ديالهم وفين وصلوا. كيزيد 5 نقاط، كيزيد 6، كاين اللي اول مره في حياته ضرب 17، كاين اللي اول مره في حياته جاب 18، كاين اللي في البكالوريا في الوطني جاب 19.25 في المات، 19.75 في الفيزيك، اللي جاب مونسيون تري بيان، اللي جاب 16، اللي جاب عندي تلاميذ اللي جاب 18، وكاينين تلاميذ اللي جاب 11. قبل كنجيب في ريجونال 7 ما كانش معول اللي يجيب البكالوريا، ولكن في البكالوريا جاب ب 11، فرحان كطير بالفرحه. دونك حتى هما دونك على فوا تلامذ لي فواحد تخي نيفو سوبر، وكاينين اوسي تلامذ اخرين لي دوزو باك حور، خرج من المدرسه كيدور ما كانش الظروف مساعده، خدام تكرفص ومن بعد رجع ودار باك حور وجابو، جاب الباك الحور ديالو ب 12 11، تحت ما تيق فاش قالها ليه، تحت ما تيق في ذيك العائله كلشي تيقول ليه راه كتضيع الوقت اي كترقع كلشي داكشي يتنسى، 10 سنين من بعد غادي تعاود انت دوز البكالوريا في 35 عام. حتى جابها اليوم ولصق الورقه في الصالون عنده. اولا يمكن السؤال اللي عندك هو بحال هشام اللي صيفط لي ايميل قال لي انا راه بحال ما قريتش المواد العلميه، نسيت كاع داكشي ديال الجدار المشترك، كاع داكشي ديال سنه ولا بكالوريا، وطالع ما عنديش لا باز، اشنو واش غادي تنفع معايا لا فورماسيون باك ليبر؟ راه كيفاش كنتعامل معاها؟ وفي هاد السالة كنعاود معاك الخصائص المهمة، لي بروبريتي لي بلوز امبورطونت، كنعاودهم معاك بلا ما تعاود كلشي بوحدك، بلا ما تاخذ انت المقرر ديال الجدار المشترك تلماط تخدمو الضغط ديال الفيزيك، قراهم فهمهم حفظهم، عاد دوزو لا بكالوريا مقرا تلماط مقرا الفيزيك قراهم فهمهم حفظهم عاد ارى ليا الثانيه بكالوريا. لا، تا
الطريقه باش غادي نمشيو بالزربه هي التركيز على ديك 20% الاساسيه، على المبدا ديال 20% 80%. دونك الى متبع لي فيديو ديالي غادي نتكلم لك عليه، ولا بوتيتر ديجا سمعتي لا فيديو اللي كيقول على 20% ديال الخصائص هما اهم حاجه في الدرس، تما فين غادي خصنا نعطيهم لو ماكسيموم ديال الوقت ولو ماكسيموم ديال التركيز. ديك 20% ديال الجدع المشترك، ديك 20% ديال الاولى بكالوريا، علاش غادي نخدمو؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي انه غنخدم معاك على الطريقه باش كتعلم، الطريقه باش كتراجع دابا، باش تبدلها بواحد الطريقه 4 مرات 5 مرات 6 مرات اكثر منها وحسن منها. مثلا فاش كنتكلم على لو كونسيبت ديال سي تي او ام في المايند سيت، سي تي او ام لا كونسونطراسيون، سي لا كونسونطراسيون، تي هي لا جيستيون دو طون يعني التنظيم ديال الوقت، او هي ليفيكاسيتي الفعاليه باش كتخدم، يعني الا خدمتي واحد الساعه ديال المات تعطيك النتيجه ديال 3 السوايع ولا 4 السوايع. عاد ام هي لا موتيفاسيون، يعني الخدمه على التحفيز على الحماس باش تهز داك الكتاب. دونك كل وحده في هاد الاربعه غادي نضربها في جوج، كل وحده غادي ندوبلوها. يعني الا خدينا لا كونسونطراسيون ضربناها في جوج، لا جيستيون دو طون ضربوها في جوج، ليفيكاسيتي في جوج، ولا موتيفاسيون في جوج. دونك جوج في جوج هي 4، في جوج هي 8، وفي جوج هي 16. يعني الطريقه ديال الخدمه ديالك غادي نضربوها في 16، دونك تكون 16 مره احسن من الطريقه باش خدام دابا. داكشي علاش غادي يبان لك كما غادي كما قرتي في لي كومونتير ان التلاميذ كيدخلوا و تيقول لك وليت كنفهم وما فهمتش كيفاش، ما بانش ليا كيفاش وليت كنفهم. دونك باستعمال هاد الطرق اللي من التحت اللي مخبين باش تخدم الخصائص ديال السنه الاولى باكالوريا وديال الجدع المشترك. ما كنعطيكش ليست فيها 200 خاصيه خاصك تحفظهم واحد بوحده بوحده، هذا شي خدمه ثانيه باكالوريا، لا. كنمشيو كناخذوا هاد الخصائص وكنخبيهم في التمارين ديال ثانيه باكالوريا، كناخذ التمرين في التمرين شويه، كنوصلوا مثلا واحد التذكير واحد الخاصيه مهمه ديال القوى ا اس ان على ا اس ام، كندير تذكير على اليمين. دونك هذيك سوا ا اس ان ناقص ام، هادي شفناها في السنه الثامنه، خاصيه مهمه كنستعملها بزاف في الحساب ديال النهايات، وكنستعملوها حتى في الدول المشتقه، وكنستعملها بزاف في الفيزيك. دونك سكيفي ان حتى داك التذكير ديال الخصائص مخبي، دونك كتراجع مره جوج ثلاثه بعض الخصائص المهمين كنعاودهم 6 7 8 المرات، سو كيفي كيتحفظوا. دونك ما كتحتاجش باقي تقعد ليه باش اليوم غادي نحفظوا الخصائص ديال الماط ديال الجدع المشترك واحد 200، اليوم غادي نخدم واحد 20. نو هاد الهضره ما كايناش وما خداماش، وشحال ديال التلاميذ جربوها وما عمرها خدمات اليوم. دونك ليدي اننا نخدموهم في التمارين ديال الثانيه باكالوريا، ونخدموا بهم ونذكروا بهم فاش نحتاجهم. اللي مصطفى هاد شويه وفاش كيجيني شي ميل من عند شي باتي ديال التلميذ تيقول لي دكتور الله يرحم الوالدين داكشي راه زوين والدري راه مستافد مزيان، وانا طليت عليه وعجبني داكشي، عجبني داك الماط والفيزيك، تفكرت شي لعيبات في الماط والفيزيك، ودابا تنقول واش نعاود شي باك حر هكاك غير نشاط. راه دكتور هادشي راه والله ما لقينا حنا في السبعينات، شكون لقينا بعد هاد لافورماسيون؟ كون شريته ب 5000 درهم وريحت عليها واحد 6 سوايع في النهار باش نوجد داك البكالوريا، كنا راه ديك الساعه ضربتو بواحد 14، وعلي دابا فين وليت؟ دابا راه الا ما كنت شي وزير. بزاف د الحوايج كانوا غادي يتبدلوا في حياتي وفي العائله وفي باختصار. الوغ باختصار لا فورماسيون باك ليبر هي هادي، فيها التمارين مع التصحيح ديالهم، فيها البروبليم مع التصحيح ديالهم، في الماط فيها 300 فيديو، فيها 75 ساعة في الرياضيات، في الفيزيك فيها 250 فيديو تقريبا شي 62 ساعة، في
في الشيمي فيها واحد 100 فيديو تقريبا واحد 25 ساعة مسجلة ديجا كتسناك دونك في المجموع تقريبا واحد 160 ساعة في كل شيء. الوغ من غير هادو عندك 3 بونوس. اولا خمسة اخطاء قاتلة في الباكالوريا دونك غادي نشوف فيهم دي زيكزارسيس كيما قلت لك ان اكزارسيس اللي بوحدو خاصك مع بيدياتر واحد نص ساعة واحد 600 درهم. البونوس الثاني غادي نشوفو فيه سبع تقنيات متطورة للمراجعة بما فيهم لا ميثود لو تسونامي اللي بوحدها نزلوا لها من 14 مراكش باش يشوفوها ويطبقوها والفتاح زاد بها 6 نقاط 7 نقاط. لو بونوس الثالث اللي فريمون جديد و بزاف ديال التلام ديجا كانوا طلبوني عليه وبزاف ديال التلام لقيت وحلين فيهم في فلو اورينتاسيون يعني في توجي دونك هذا غادي يعاونك بزاف في توجي اشنو تختار في توجي وسورتو علاش. الوغ هاد الطرق اللي غادي نوريك بغيتك فريمون تستافد منهم ما بغيتكش تغدير مات والفيزيك والشيمي ولكن بغيتك تبدل الطريقه ديال المراجعه بغيتك تزيد تنجح اكثر بغيتك تزيد لقدام اكثر تعمر دماغك اكثر. هاد لا فورماسيون باكليب ما حلمش بها الباح وصيبت اليوم الصباح وكنعطي لك اليوم في العشيه. هاد لا فورماسيون بدات من 2001 فاش كنت في فرنسا حتى 2007 وشت هذيك الوقيته افيك الميثود فرونسيز. من بعد من 2007 حتى 2010 بدلتها طبقتها على لو بروغرام ماروكان وعلى التلاميذ المغاربه على لو بروغرام باش تكون ادابتي لو بروغرام ماروكان. من 2010 حتى دابا هي في الحولتها سو فورم دو فيديو باش تقدر انت تستافد منها بواحد الثمن رمزي واخا تكون في الرشيديه واخا تكون في الحسيمه واخا تكون في السماره. دايوغ معنا تلامد اللي مقيدين من وهران ومن الجزائر العاصمه ومن جيجل. هاد لا فورماسيون كتجمع واحد العدد ديال الاسرار في لا موتيفاسيون في لا كونسونطراسيون في لي ميثود دو ترافاي اللي انا قلبت عليهم من كتبهم مختلفين اكثر من 60 كتاب ديجا قريت بلونغلي باش نوجد هاد لي ميثود هادو باش نبسطهم باش نصايبهم ويكونوا ادابتي ليك انت في سنه ثانيه البكالوريا وتلقاهم سامبل ايفيدونت وفاسيل. الشهر اللي فات مثلا جي امبريمي 27 كتاب فيهم شاكان واحد 300 باج ان انغلي على لا بيداغوجي على لا موتيفاسيون على لا بسيكولوجي بور سانسبيري على من هاد لي ميثود اللي انت تقدر تستفد منهم ديريكتومون دو فاصون فاسيل. دونك بزاف الخدمه بزاف الحوايج اللي غادي نفوك دابا في الامتحانات في المراجعه ديالك وفي الوطني كنتمنى لك التوفيق. الوغ باش تقيد في لا فورماسيون باكليب نزل لتحت ديال لاباج في التحت كاع كاين واحد البوطون خضر كبير كليكي عليه غادي تدوز لون اوتر باج اللي فيها الطريقه باش تخلص فيها لو فورمولير ديال لانسكريبسيون غادي تعمرو باش نصيفط لك اللوغين ديالك والمود باس ديالك باش تقدر تكونيكتا وتوجد الباكالوريا ديالك ودخل معنا في لا كوميونيتي باكليبا. مرحبا بك معنا شكرا على السويعه اللي دوزتي معايا في هذا الفيديو كان طولها واحد شويه مي جيسبر انه استفدتي منها واحد اربعه ولا خمسه الحوايج زوينين ينفعوك. بالتوفيق.